بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في الجزء الثاني من يونت 2 تي سي بي اي بي كونسبت. اتكلمنا المره اللي فاتت على الاو اس اي لاير والتي سي بي اي بي والكلام دوت سيوت، وهنتكلم النهارده ان شاء الله على الاي بي ادريسنج، ويمكن ناخد كمان السبنيتنج او نحطه في محاضره منفصله، يعني الله اعلم واحنا ماشيين. طيب اتكلمنا على الاو اس اي والنتورك وخدنا بلاننج نتورك حته سريعه كده. هي فاضل لنا جزئيتين الخاصه بالاي بي ادريسنج، وزي ما وعدتكم ان انا ان شاء الله هضيف لكم الجزئيه بتاعت الاي بي فيرجن 6، تمام؟ عشان ده هتلاقيها في ريد هات الجديده فيرجن 6، عشان طبعا اي بي فيرجن 6 ده لسه نازل جديد خلاص. فهتلاقي اي موقع نازل جديد او اي تريننج كورس خاص بالنتورك بيبدا ان هو ايه يشرحه ويتكلم عليه. الاي بي ادريسنج، اي بي ادريسنج انا عندي الاول زي ما يتفق ان الكل ماشين عندي، اي ديفايس عندي بيبقى ليه اتنين عنوان. ايه هما؟ اول عنوان عندي بيبقى الاي بي ادريس، او بيسموه اللوجيكال والفيزيكال ادريس. الفيزيكال ادريس يعني حاجه ماديه او طبيعيه او يعني ممسوكه بايدك. الماك ادريس هو ده الفيزيكال ادريس، بيبقى مطبوع على اي كارت نتورك سواء وايرلس وايرد سواء اي حاجه بيبقى مطبوع عليه. ده بيبقى ايه؟ الماك ادريس. ده ما ينفعش انت تغيره، يعني لو انت مثلا عملت غيرته عشان تعمل هاكينج، تعمل سنيفنج، تعمل بويزوننج مثلا، تعمل حاجه معينه ممكن تغيره في التستنج، فاهمني؟ بس وانس ان انت عملت ريستارت للماشين بتاعتك بيبدا يرجع تاني كما هو، لان هو حاجه فيزيكال مطبوع على كارت النتورك اصلا موجود بيلت ان، السيستم بينزل بيه على طول. غيرت كارت النتورك هيتغير معاك. انما بقى اللوجيكال، ها هو ده الاي بي ادريسنج، ده انا ممكن اغيره عادي خلاص. والماك ادريس مفيش اتنين شبه بعض في العالم، مفيش جهازين واخدين نفس الماك ادريس وبيبقى مكتوب بالهكسا ديسيمال خلاص. انما الاي بي ادريسنج احنا هنتكلم الاول على اي بي فيرجن 4، يعني ده اللي شائع اكتر واللي احنا نعرفه دلوقتي، وبعد كده ناخد نعرف ايه هو اي بي فيرجن 6. ده الاي بي ادريسنج دوت هو لوجيكال انا ممكن اغيره، برضه استحاله يكون في جهازين طالعين انترنت هما الاثنين طالعين انترنت بنفس الاي بي ادريس، هيحصل كونفليكت على الانترنت زي قصه الماك ادريس بالظبط. بس ممكن ابقى شغال في النتورك جوه كبرايفت نتورك، ابقى شغال برنج مثلا 192.168.1 دوت اكس ماشي، وفي نفس الكلام في شركه ثانيه شغاله نفس الرينج بالظبط خلاص. بس لما بيجوا يطلعوا نت، ها ما بيطلعش نت بالاي بي ادريس ده، ده الراوتر او الجيت واي بتاعتك بيبقى عليها حاجه اسمها ايه؟ بتاخد حاجه اسمها ريال اي بي، بتطلع بيه انترنت. كل دوله بيبقى ليها ريال اي بي معين، يعني مثلا مصر هتلاقي 41 مش عارف رقم معين كده. لو كتبت في جوجل وات از ماي اي بي هيديك الاي بي، مش الاي بي الموجود على كارت النتورك عندك، هيديك الاي بي الموجود على الراوتر اللي انت بتطلع بيه، اللي انت بتطلع بيه انترنت او الجيت واي بتاعك يعني خلاص، اللي انت بتطلع ايه من بتطلع بيه، اللي هو انت لما بتيجي تعمل مشكله بتلاقي في. فدي قصه ثانيه اسمها نيتنج، يا ريت الناس تبقى تقرا عنها شويه عشان ده موضوع مشيق جدا وجميل. ازاي انا مثلا عندي 20 جهاز جوه كلهم بيطلعوا بنفس الاي بي، انت بتقول لي هيحصل كونفليكت، بيقعد بقى يديفرنشيت بحاجه اسمها البورت نمبر ويعمل نت تيبل وكلام جميل كده. يا ريت الناس كلها ايه تفهم يعني ايه نيتنج، عشان ده مهم جدا في موضوع النتورك يعني. المهم مش قصتنا، انا عندي النتورك بتاعتي، الكلام بقى كله بيتكلم ان انا عندي سيرفر وعندي شويه اجهزه، الاجهزه دي انا اديها ايباد ايه والكلام ده. عندي الاي بي فيرجن 4 ده بيسبورت حوالي 4 مليون وحاجه اي بي ادريس. احنا عندنا حاجه اسمها الباينري سيستم، وعندنا حاجه اسمها الديسيمال، وعندي حاجه اسمها الهكسا ديسيمال. طب ايه الكلام ده؟ الديسيمال ده اللي هو ايه اللغه بتاعتنا اللي هي العاديه، الباينري الاول ده اللغه اللي هو ايه، يا صفر يا واحد، يا ده يا اما ده ماشي. الديسيمال اللي هو بيبدا عندي من صفر لغايه تسعه، الهكسا ديسيمال هي زي الباينري بالظبط، بس بتبدا من صفر لغايه 15. طيب بيكتبها ازاي؟ هنشوفها طبعا واحنا شغالين دلوقتي. بيكتب من صفر لغايه 9، ومن 9 ومن 10 بقى لغايه 15 بيكتبهم A وB وC وD وE وF. ده الايه؟
الباينري والديسيمال والهكساديسيمال. زي ما قلنا الباينري احنا عندنا حاجة اسمها البت، وعندي حاجة اسمها البايت، وعندي حاجة اسمها الايه ال انا اتكلم في الاثنين دول دلوقتي، سيبك من الحاجات التانية. البت دي بتساوي ايه؟ يا اما صفر يا اما واحد، يا ده ده خلاص. طيب البايت بتساوي ايه؟ البايت بتساوي 8 بت، سواء كانوا صفر او واحد. يعني لما اجي اقول لك مثلا رقم زي ده، دول كم بت؟ دول 8 بت. ال 8 بت دول بيساوي بايت، يبقى البايت بيساوي كام؟ 8 بت. طيب اجي اقول لك بقى ان الاي بي فيرجن 4 اللي احنا بنشتغل بيه مكون من 32 بت. مكون من كام؟ 32 بت. يعني كام؟ يعني كام بايت؟ يعني 8 بايت. مكون من ايه؟ 32 بت يعني 8 بايت. طيب الاي بي ادرس فيرجن 4 لما بتيجي تكتبه بيتكون من حاجه اسمها اوكتت. بيتكون من حاجه اسمها ايه؟ اوكتت. يعني انا ازاي هوزع ال 32 بت دول؟ بيقول لك في حاجه عندك اسمها اوكتت، خلاص بيتكتب كده. ده اسمه اوكتت، وده اسمه اوكتت، وده اسمه اوكتت، وده اسمه اوكتت. مكون من 4 اوكتت، كل اوكتت من دول بيساوي 8 بت او بيساوي بايت. يعني الاوكتت ده بيساوي ايه؟ 8 بت، وده كمان بيساوي ممكن نقول بايت. هي صح ولا ايه؟ صح. وده بيساوي مثلا 8 بت، وده بيساوي بايت. كلهم بيساوي كام؟ لو قلنا 8 و8 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 هيطلع في الاخر 32 بت. فلما اجي اكتبه ده كده مكتوب بالايه؟ ده هو الاي بي ادرس كده 32 بت او 8 بايت، خلاص. لما اجي اكتبه بقى تلاقيه مكتوب كده 192 مثلا 168.1.10 مثلا. هما فعليا 4 اوكتت. طب هو ليه سماها اوكتت؟ اوكتت دي جايه من كلمه اخطبوط. اخطبوط الاخطبوط عنده 8 ايدين وكده، فدي 8 بت، فاذا هو يعني اسمه مسمى يعني، فده اسمه اوكتت. كل اوكتت 8 ايه؟ بت. بتقولي طب ازاي الناس بقى اللي المفروض اللي فاهمه باينري وديسيمال والكلام ده الموضوع بالنسبه لها هيبقى عادي هنا؟ طيب احنا زي ما قلنا ان الباينري دي لغه الايه؟ البي سي، ما بيفهمش غير الصفر والواحد. انما انت كيوزر، انت كشخص، انت كانسان يعني بشري، مش هتفهم كويس لغه الصفر والواحد. يعني انت تتفاهم الرقم ده معناه ايه؟ مش فاهم حاجه خلاص. لكن انا قلت لك 9، لو قلت لك 5، لو قلت لك 10، لو قلت لك 11، لو قلت لك اف، لو قلت لك دي، هتفهم ده معناها ايه؟ دي فاليو في ايدك. لكن لما اقول لك 0 0 1 0 0 0 هتفهم حاجه؟ مش هتفهم اي حاجه، صح كده؟ فالبي سي بقى بيحول اللغه الديسيمال بتاعتك بيحولها لباينري ويفهمها هو كده. يعني انا لما اجي اقول له 192 يقول لي اه ده 192 دي بتساوي 1 1 مش عارف 0 0 0 0 0 والباقي كله صفار 8 بت. يعني ال 8 بت دول، دول 8 ودول 8 ودول 8. طيب هو هنا بيقول لك مثلا تعالى نعرف ازاي بيحول البي سي من، احنا هنتكلم في موضوع الكلاس ده دلوقتي، بس اهم حاجه عندي تبقى فاهم الكونسيبت، يعني ده اللي احنا بنتكلم فيه. ماشي، هنتكلم في التفاصيل بتاعتها دلوقتي. هنتكلم ايه الكلام ده؟ هنا بيقول لك ايه؟ انا عاوز اعرف ازاي السيستم بيفهم ال 192 168 دوت 1 دوت 10 ازاي بيفهمها باينري. ازاي بيفهمها ايه؟ باينري. بيقول لك ايه؟ شايف المربع السحري اللي هو حاطه لك دوت؟ قال لك احنا عملنا بكل بساطه، مش انت عندك في الاوكتت الواحد 8 بت او بايت، يعني 8 بت صح؟ قال لك بيبداوا من 0 لغايه 7، 8 هم. عمل لك ازاي؟ قال لك 0 اس 2 يساوي 1. طيب ماشي، 2 اس 1، 2 اس 0 هنا بيساوي 1. طب 2 اس 1 بيساوي 2، 2 اس 2 بيساوي 4، 2 اس 3
يساوي 8، 2 أس 4 16، 2 أس 5 32، 2 أس 6 ها 64، 2 أس 7 128. ممكن تقولها بطريقة تانية إن هو بيحسب لك إزاي 1 2 4 بيضاعف 4 يبقى 8، بيضاعف 8 يبقى 16، بيضاعف 16 يبقى 32، 32 تبقى 64، 64 تبقى 128. احنا هناخد الجدول الظريف ده نعمله كده، 128 ماشي زائد 64 زائد 32 زائد 16 زائد 8 زائد اظبطها كده زائد 4 زائد 2 زائد 1. ده المربع السحري اللي احنا نشتغل عليه. خلاص؟ بيقول لك والله احنا عندنا مثلا عاوز اعرف هو 192 ده ازاي بتتكتب بالاصفار والوحايد كده. بيقول لك بكل بساطه سهله جدا، هي 192 دي كلمه 192 مش دي هنا، دي مكانها 8 بت، ودول كام؟ لو حسبت دلوقتي فيهم 8، دول مجموعهم بيساوي 255. 255 يعني انت ماكسيمم رقم يتحط هنا في الاوكتت الواحد بالديسيمال ها 255، وده فعلا اللي هنشوفه دلوقتي. طيب برضه انا عايز اعرف هي 192 دي ازاي هو عارفها كده؟ قال لك بكل بساطه شايف التيبل ده. خلاص هتعمل ايه؟ موضوع سهل، هي 192 دي من الشمال كده، 192 دي كم من دول؟ 192 كم من ايه من دول؟ تعالى افتح الكالكليتور كده تقول له والله احنا هل 192 دي 128؟ اه ماشي زائد. طب هل هي 64؟ اه بيقول لك بالظبط طلعت كام؟ 64. طب في حاجه ثانيه عشان 192؟ لا ما خلاص ما انت خدت اول اثنين. فيقول لك اعملها ازاي بقى؟ يقول لك اه انت خدت اول واحد يعني ده موجود معاك فعشان يجيب لك 192؟ تقول له اه اه دي معناها واحد موجود يعني واحد. طب 64 موجوده؟ اه يبقى واحد. طب الباقيين مش خدناش منهم اي حاجه، يبقى حط لي كام؟ ست اصفار، 1 2 3 4 5 6. يبقى اذا ده الاوكتت اللي اسمه 192 بالباينري، بالديسيمال اسمه 192، بالباينري اسمه ايه؟ ها 1 1 6 اصفار. طيب جميلة أوي، تعالى نعرف 168 دي كام يعني؟ أو تعالى كده نصعب الموضوع شوية، يعني مثلا نخلي دي إيه؟ نخليها مثلا 31 مثلا كده، نغير إحنا بقى نقعد نجرب بقى ناخد مسائل ونقعد نتست عشان نحفظها، إزاي نتشينج من ديسيمال لباينري، وبعد كده هنعكسها تاني دلوقتي. 168 ال 168 دي كام في كام وتجيب كام؟ هنقول له والله انت عندك 128 خلاص اقل منها زائد لو قلنا 64 هتديني 92، 192 لا يبقى نسيب دي وناخد اللي بعديها 32. ها يبقى كده كام؟ يبقى احنا خدنا دي وسيبنا دي وخدنا دي، يبقى 160. خلاص 160 وانا عاوز 168، يبقى اذا انا هاخد الكام؟ هاخد ال 8. يبقى اذا اخدت 128 ما خدتش ال 64 يبقى صفر، اخدت ال 32 يبقى 1، ما خدتش ال 16 كان فاضل لي 8 خدتها. انا كده عملت كام؟ 1 2 3 4 5 واحط ايه؟ 3 اصفار. طيب كده تمام، تعالى بقى نشوف 31 دي تساوي كام؟ هل هي 128؟ لا يبقى صفر. طب هل هي 64؟ لا طبعا يبقى صفر. 32؟ لا ده اكبر منها بواحد يبقى صفر، شايفها تطرحها. طب هل هي 16؟ اه 16 اقل منها، فاذا ناخدها 16 زائد 8 24 خلاص. طيب انت كده فاضل لك كام؟ فاضل لك 6 صح؟ زائد 4 يبقى 28. احنا خدنا 16 وخدنا 8 وخدنا 4 زائد 2 30 زائد 1 31. يبقى احنا ما خدناش ها ولا 128 ولا 64 ولا 32 خلاص. اخدنا 16 1، اخدنا 8، اخدنا 4، اخدنا 2، اخدنا 1. ده ال 31 كده. طيب ال 10 اكيد مش 128 ولا 64 ولا 32 ولا 16، اكيد 8
لا انا اسف، انا بقى ماشي 8 64 32 ورا 16 8 موجود، طب 4 4 يبقى 12، لا يبقى مش موجوده، يبقى 2 معانا موجوده، يكمل لي 2 و8 10 خلاص، واحط في الاخر صفر، يبقى الفاليو دي بت ايكوال كده على طول، ها 192 162 دوت 31 دوت 10. طيب تعالى بقى ناخد مسألة ونعكسها، أنا عندي 192 مثلا 162 دوت 9 دوت 66 مثلا، أو لا إحنا عاوزين نعكس بقى، بلاش ناخد واحدة تانية، إحنا تعالى ناخد حاجة بالباينري ونعكسها، نقول مثلا 1 2 3 4 5 6 7 8، أنا بكتب أي حاجة على فكرة ومعرفش هتطلع تبقى كام، في الآخر هنشوف مع بعض. تمام؟ ده رقم. أنا عاوز أتشينج خلاص من باينري أعرفه بكام. إحنا عندنا أصلا حاجة في الكالكليتور دي scientific، لو قلت له كده مثلا واحد واحد شايف كده صفر صفر ماشي، ماشي بالهكسة ولا ايه بالظبط؟ ممكن اقول له مثلا بص ركز في اللي بيحصل هنا، لو قلت له مثلا 192 بص شايف ايه ده، اول 2 اوكتل، بص هقوم لك اهو ادي 4 وادي 4 زي اللي احنا عملناه، يعني تعالى نكتب له الاي بي ده ونشوف هو فعلا هيطلع لنا صح ولا لا، 192 168 ماشي بص طلع كام، طبعا ايه، طب احنا هنعملها رقم رقم، يعني مثلا 192 192 بالفعل طلع زي ده تمام. طيب تعال نقول له 168 طلع 1 0 1 0 1 اهو ماشي في الاوبتت ايه في الجزء الرابع. طيب تعال نقول له ايه 31 31 بالفعل زي احنا ما عملناها 3 0 وبعد كده الباقي اهو خلاص، يبقى احنا شغالين صح 10 10 1 0 1 0 اهو 1 0 1 0 الباقي كله صفار، يبقى احنا اذا ايه شغالين صح. تعال نقول له كده مثلا، نقول له هنكتب لك باينري 1 1 1 0 0 1 ماشي، بلاش نعملها كده، اصلا في حاجات بتعمل كالكليت للكلام ده على طول. طيب تعال احنا نتست ونجرب بدي، يعني بايدينا كده عشان ننشط ايه مخنا شويه بالآلة بتاعتنا العادية خالص، هنقول عندي 1 1 1 0 0 1 0 1، هتعمل حاجة بسيطة جدا، اعمل كده انزل تحت شوية، هل واحد دي معناها ايه؟ يعني في 128، طيب اعمل كده 128 زائد في واحد يبقى 64 زائد في واحد كمان يبقى 32 زائد، ها في حاجة تانية 16 لأ 8 لأ 4 موجودة والواحد يبقى 4 زائد 1 ماشي، يبقى مجموع دول كلهم هيديني رقم هنا بالايه بالاسم. طب خليها ونحسبها في الاخر ونتأكد بقى ايه احنا عملناها صح ولا لا. الرقم اللي بعديه 128 موجود خلاص، 64 مش موجود، طيب 32 موجود، طيب ايه تاني بعديه؟ 16 مش موجود، 8 موجود خلاص، ده الاوكتيت اللي بعديه. طيب اللي بعديه بقى بيتكلم في ايه؟ بيتكلم في 128 موجودة، 16 موجودة، 16 موجودة، عندنا بعد كده الأربعة
لا ده موجود، وعندنا القطة الأخيرة ده كله مش موجود معانا الواحد. خلاص تعالى بقى نحسب الكلام ده، نقول له كده 128 زائد 64 زائد 32 زائد 5 ده 200، ها 229 ده القطة الأولاني. طب القطة التاني 128 زائد 32 زائد 8 ده 168. ماشي اللي بعده 128 زائد 32 زائد 8 لا ده انا اسف حسبته تاني، يبقى 128 زائد 16 زائد 4 8 والاخير ده واحد، ينزل واحد زي ما هو. دي الفاليو فعليا. خلاص تعالى نعملها كده بقى ونشوفها. لو قلت له 229 بص شايف اول 3 في الاربعة ماشي وواحد صفر واحد ماشي، تعالى نقول له 168 دي احنا عارفينها لسه واخدينها من شوية اهي ماشي، تعالى نقول له كده ماشي، ادي دول اهو صفرين واحد ماشي، واحد صفرين واحد ماشي، والواحد عندي واحد. خلاص يبقى احنا كده اتعلمنا ايه؟ اتعلمنا ان احنا نتشينج من الديسيمال للباينري ومن الباينري لايه؟ ها للديسيمال. تمام كده؟ تمام؟ الجزئيه دي مهمه جدا والناس تعمل عليها بقى ايه؟ يعني يضربوا عليها شويه. حط بقى رينجات كده واقعد تيست ازاي تتشينج من الباينري للديسيمال والكلام ده. طبعا في حاجات بالكالكوليتر الكلام ده كله انت ما تشغلش دماغك بيها. طيب ده اللاب اللي احنا خدناه. تعالى بقى نشوف موضوع الكلاس. ايه بقى الكلاس ده؟ قال لك احنا وزعنا الاي بي ادريس اي بي فيرجن 4 دوت عشان يكفي حجمه يكفوا ال 4 مليار دول. قال لك عملناهم حاجه اسمها ايه؟ كلاسز. قسمناهم. قال لك انا عندي اول حاجه قسمناهم لخمسه كلاس. قال لك عندنا كلاس A وكلاس B وكلاس C وكلاس D وكلاس E ماشي؟ فعليا احنا بنشتغل بأول واحد واثنين وثلاثة. D و E دول ريزيرفد احنا مش بنستخدمهم أصلا، واحد اسمه مالتي كاستنج والتاني إيه؟ محجوز مش تبعنا يعني، يعني نقدر نقول احنا فعليا بنتكلم في ثلاثة كلاس، ما بنتكلمش في حاجة تانية. أول كلاس بيبدأ يعني اول لما تيجي اول اوبت كده لما تيجي اول اوبت لما تيجي تحط الاي بي خلاص بيبدا الاي بي ادرس اللي فيه من 1 لغايه 126. من 1 لغايه كام؟ 126. تحسب بقى 126 بالديسيمال يطلعوا لك كام بالباينري، تعرف هو خد كام كام بت من ايه؟ من ال 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 يعني مثلا يبقى مكتوب كده، يبقى مثلا اول لما اجي اقول له اي رقم مثلا اقول له 10 مش 10 من الاول من 1 لغايه 126 خلاص انت تفهم بقى ال 10 دول ياخدوا كام من بالبيتس يعني يطلعوا كام، فتعرف على طول ان دي حاجه اسمها ايه يعني مثلا 10 دوت 100 دوت دوت مثلا دوت 1 دوت 5 او 2 دول كده اسمهم ايه؟ ده اي بي صح كده، اي بي ادرس. اول لما اشوف على طول ان هو بيبدا ب 10 اعرف على طول ان ده كلاس ايه؟ كلاس ايه؟ او بيبدا من اي رقم من 1 لغايه 126 خلاص؟ طيب من 128 لغايه 191 هتقول لي طب ماشي هو ده كلاس بي، هو فين 100 128 127؟ انت عندك اصلا عندك 127 ده دوت صفر دوت صفر دوت واحد ده اسمه لوب باك تيست. لوب باك تيست يعني ايه؟ يعني اللوكال هوست، يعني الاي بي ادرس ده بيساوي لوكال هوست. يعني ايه بيساوي لوكال هوست؟ يعني بيساوي نفسي، يعني انا ممكن ابنج على نفسي. يعني ايه؟ مش فاهم. ايوه الاي بي ده بيساوي نفسي، يعني انا لو عاوز اعمل تيست على كارت النتورك بتاعي اشوف شغال كويس ولا لا ابنج على نفسي الاي بي ده، بيساوي هو نفس الاي بي اللي انا حاطه. طب ازاي؟ لو جيت قلت له هنا كده بينج 127 دوت صفر دوت صفر دوت واحد بيربلاي، بص مين ده؟ في مكنه اسمها كده؟ لا
زي ما اقول له بينج مثلا لوكال هوست. لوكال هوست ده اللي هو انا، بص بيقول لي لوكال هوست يعني انت الاي بي ده، بص بيرد عليا انا اي بي، هو زي الاي بي اللي انا حاطه مثلا، بيرد برضه على نفسي، هي شايف الفاليو كلها واحده تمام. فاسمه ده ايه؟ اسمه اللوب باك تيست تمام. فده محجوز عشان الموضوع ده. فاذا هو ايه، كلاس ايه بيبدا من 1 لغايه 126، كلاس بي بيبدا من 128 لغايه 191، كلاس سي بيبدا من 192 لغايه 223، وبعد كده الباقيين زي ما انت شايف 244 ل 239 و 240 لغايه 255. خلاص. طيب لما اجي اكتب اي بي ادريس، لو قلت له مثلا 192 دوت 1 دوت 0، قلت له كده 192 دوت 1 دوت 1، قلت له 192 دوت 1 دوت 255، كل حاجه من دول ليهم دلاله. كل حاجه من دي ايه؟ ليها دلاله. لو تلاحظ لما بنيجي نحط الاي بي ادريس عندي حاجه اسمها السبنت ماسك. ايه السبنت ماسك ده؟ السبنت ماسك ده هو ده عنوان الشبكه. لما نيجي في السبنتنج هنشرحه كويس جدا. باي ديفولت لو حطيت اي رقم من كلاس ايه، سواء من واحد لغايه 16 مثلا، لو حطيت 10 دوت 0 دوت 0 دوت 1، باي ديفولت هتلاقي السبنت ماسك بتاعه على طول اصبح بقى شكله كده. بص الديفولت 255 دوت 0 دوت 0 دوت 0. لو حطيت من كلاس بي السبنت ماسك هيبقى 255 دوت 255 دوت 0 دوت 0. لو حطيت سي 255 دوت 0 باي ديفولت. هنفهم الجزئيه دي. انا ممكن اديك عنها هنت دلوقتي تفهمها بشكل سيمبل. يعني ان لما نيجي نقول ده هنا ايه، ماشي، الاول تعالى نشرح دي عشان افهمك الجزئيه دي. 192 168 دوت 1 دوت 0، هو في جهاز ممكن ياخد صفر؟ هقول لك لا. صفر دوت، صفر ده معناها النيتورك اي دي، عنوان الشبكه. انا في شبكه، احنا قلنا قبل كده ان ما ينفعش جهازين يشوفوا بعض الا اذا كان ايه، في نفس الشبكه. فلما اجي اقول لك عنوان الشبكه بتاعتك ايه، تقول لي 192 192 دوت 1 دوت 0، مش تقول له اي بي بتاع جهازك. لكن لو طلبت منك اي بي جهازك بقى، تقول لي ده الهوست اي دي بتاعي 1 2 3 7 ماكسيموم عندك كام؟ 254. طب ليه 155 ده بقى؟ 255 ده حاجه اسمها برودكاست. برودكاست لما احب اكلم النتورك بتاعتي كلها، احب اكلم النتورك اي دي كلها، اكلم بقى كل الناس اللي فيها خلاص من اول واحد لغايه 254، اكلم 255 ده. ف 255 ده يعني ايه؟ برودكاست. يعني انا فعليا ها عندي في الشبكه دي، ده الشبكه دي لكلاس سي، عندي فيها من عندي فيها كام اي بي؟ 254 اي بي ادريس افيلابل من 1 لغايه 254. طيب مين اللي بيحددها؟ احفظها كده لغايه لما نيجي في السبمتنج. لما انت تشوف كده 255 دي تحت ده، تحت الاوبت ده، اذا الاوبت ده محجوز فمش هينفع يتغير. لما تشوف 255 تحت الاوبت ده، يبقى اذا الاوبت ده محجوز مش هينفع يتغير. و 255 ثالثه، يبقى اذا ده محجوز. لما تشوف صفر اعرف على طول ان هو ده الايه؟ ما دام في رقم اقل من 255، اعرف ان هي دي ارقام الاوبت، ارقام اليوزرز او ارقام الهوست اللي ممكن انا اوزعها. طب ناخد مثال تاني. لما اقول لك 10 دوت 0 دوت 0 دوت 5، او مثلا دوت 0 كده دوت 5، ولما اقول لك كده ده هنا، احنا اتفقنا ان 10 دوت في ايه؟ في كلاس ايه؟ فالديفولت ماسك بتاعه كام؟ 255. يعني معناها ايه؟ يعني هديني كام؟ يعني مش هو ده بس المحجوز، يعني 10 دي مش هينفع اغيرها، يبقى 10 دي هي النتورك اي دي. طيب مين 5؟ ممكن يبقى اي بي كده. بص ليه؟ عشان احنا اتفقنا ان 3 اوبتد دول ممكن ده يبقى 9. اتفقنا ان ال 3 اوبتد دول بدل ما فيش تحتيهم ارقام، يبقى اذا هم افيلابل للهوست، يبقى كل ده اسم رقم الهوست، هوست اي دي. خلاص. طب ده ايه؟ ده البرودكاست. ده الايه؟ ده البرودكاست بتاعنا. خلاص. اللي هو بص، لان ده كان هوست، ف
فهو ما هتقولي طب هو بيمشي ازاي، يعني ازاي بيزود الارقام دي؟ اقول لك والله اول اي بي مثلا بيوزعه، بيوزع واحد صح كده، وبعد كده اتنين، لغايه لما يوصل 200 ها 54، يقوم عامل ايه؟ يقوم جاي هنا يقوم مزود ده واحد ويبدا يعد تاني من الاول، اتنين تلاته اربعه 254، يقوم مزود ده اتنين لغايه لما ده يوصل ل 254 خلاص، يقوم قافله ب 255، يقوم بقى جاي هنا ايه؟ واحد 254، من واحد لغايه 254 خلصوا، اتنين يخلصوا 254، تلاته لغايه لما ده يقفل خالص كام؟ 255، يقوم قايل له ايه؟ ها تعالى بقى نعد من واحد لغايه 254 تاني. شوف الكميه قد ايه؟ اخدت بالك؟ يعني عدد، عدد رهيب جدا من الايه؟ من الهوستس في كلاس ايه؟ في كلاس ايه؟ تمام كده؟ طيب برضه احنا شرحنا الجزئيه يعني شويه باستفاضه وخدنا الهنت عنها، اتمنى برضه انتوا تراجعوها تاني وتذاكروها تاني، يعني عشان احنا بنمشي زيها شويه، بس انا بقول لك كل حاجه موجوده فيها. احنا خدنا موضوع الادرسنج وازاي نحول من ديسيما لباينري والعكس، خلاص، واتكلمنا عن شويه الحاجات دي، الهوست اي دي واللوب باك تيست والبودكاست يعني ايه، وعملنا تشنج من باينري لايه ديسيما. اي بي فيرجن 6 بقى ركز معايا كويس فيه عشان احنا هناخده نظري وهنبدا نفهمه بقى. اي بي فيرجن 4 لما وصلنا ليه، لان هو بيسبورت حوالي 4 مليار وحاجه، عاوز تعرف هو بيسبورت كام؟ نجيب الكاليكاليتور كده ماشي، تقول له مثلا 2 2 دي تعني 0 او 1 ماشي، اس 32 يطلع لك الرقم ده، ده عدد الاي بيهات المتاحه جوه كلاس، جوه اي بي فيرجن 4. طيب اي بي فيرجن 6 مختلف، بص بقى واحده واحده كده، بيقول لك ايه اي بي فيرجن 4؟ اي بي فيرجن 4 ده 32 بت، خلاص اللينس بتاعه 32 بت. اي بي فيرجن 6 128 بت، يعني شوف كام ضعف؟ 3 اضعاف، خلاص 100 كام؟ 128 بت. بالنسبه ل اي بي، في حاجه اسمها اي بي سيك، اي بي سكيورتي، في هنا في اي بي فيرجن 4 باي ديفولت هو اوبشنال، يعني ممكن اشغله او ممكن ما اشغلوش، خلاص، انما في اي بي فيرجن 4 6 هو ريكوايرد، اصلا حاجه موجوده عشان السكيورتي، خلاص، بيستخدم حاجه اسمها الايه البودكاست اب ريكويست، خلاص. انا في تفاصيل مش هينفع اتكلم فيها عشان هتطول كتير، يعني احنا مش بناخد سيشن كامله عن اي بي فيرجن 6، هناخد بنفهمه بس. هنا بيتكلم بالديسيمال، الديجيتال تايب بتاعته ها بالايه؟ بالديسيمال، خلاص. هنا بيتكلم بالهكسا ديسيمال، لما تيجي تكتبه بتكتبه بالهكسا ديسيمال، خلاص. هنا انت ممكن تكتب 192 168 ده كل ده ديسيمال صح كده، لكن هنا بيتكلم بالايه؟ بالهكسا ديسيمال، خلاص، اللي هي زي الماك ادرس كده. الاي بي ادرس النمبر اللي فيه 4 مليار وحاجه، لو عملت هنا 2 اس 128 128 عملنا حاجه ثانيه كمان صح، 2 128 يديك الرقم ده. عد بقى اللي هو بيقول لك لو لكل شخص في العالم لكل ذره تاخد اي بي، انت متخيل يعني كام قد ايه؟ البودكاست فيه سند ترافيك تو اول نتورك، بيشد ترافيك، لكننا بيستخدم حاجه اسمها لينك لوكال سكوب، خلاص، اللي هو ايه، ما فيش بقى البودكاست والكلام ده، الموضوع ده انتهى، بقى موضوع منظم جدا عشان ما يعملش لود في النتورك. هنا لما تيجي تكونفيجر تحط، تعمل كونفيجريشن ليه في اي بي فيرجن 4، يا اما تحطها مانيوال يا اما تحطها دي اتش سي بي، ولو ما فيش تاخد من رينج حاجه اسمها ابيبا. هنا مش لازم الكلام ده خالص، مش انت ولا محتاج مانيوال ولا محتاج دي اتش سي بي، ده في سيرفيس لوحديها اصلا بتخلي الراوتر هو اللي يبدا يعرف على النت، يعرف نفسه على النتورك ويبدا يوزع اي بيات، رغم انت مش قايل له بس هو لوحده، اللي هو بحيث ان ايه مفيش حد هيطلع بره النتورك. بالنسبه للدي ان اس بيبقى متسجل له ريكورد اسمه الاي ريكورد، خلاص. بالنسبه للدي ان اس هنا في اي بي فيرجن 6 بيسجل له ريكورد اسمه ايه؟ 4 اي ريكورد. ده باختصار. طيب الفيتشرز اللي فيه بيسبورت الاي بي سيك باي ديفولت، ما بيعملش لود، مفيش حاجه اسمها بودكاست خلاص ان هو يهنج لك النتورك والكلام ده، اللي هو يعمل لك بودكاست، ده
بقى في حاجه اسمها اني كاست بتوين ماشينز سبيشال النيو سيت اللي هو الار ار بيك، يعني بيتكلم المكنه في حاجه اسمها اني كاست. خلاص وهنتكلم يعني لو في عمر ان شاء الله نتكلم في الموضوع ده الديتيلز، ان ازاي ممكن ياخد اي بي من نفس الرينج بتاع المكنه اللي متوصله معاها على السويتش. ماشي، مفيش حاجه اسمها سبنت ماسك خلاص بقى، او حاجه اسمها كلاس رينج والكلام ده، يعني مبقاش في كلاس اي وبي وسي لان بقى العدد رهيب جدا. فهقسمه ليه؟ حاجه اسمها دول ستاك انترفيس، يعني انا ممكن انا اي بي فيرجن 6 اكلم مكنه اي بي فيرجن 4 او العكس. في حاجه اسمها ايه الدول ستاك دي، بنسبورتها حتى في ويندوز من سيرفيس باك 3 اكس بي، مش محتاج مانوال كونفيجريشن ولا دي اتش اس بي، وبيشتغل بالهكساديسيمال يعني اكتر. الاي بي فيرجن 4 زي ما قلنا 32 بت خلاص بيتكتب بالديسيمال، انما الاي بي فيرجن 6 128 بت بيتكون على 8 اوكتت. ركز في الحته دي كويس جدا، لو فهمت الجزئيه دي مش محتاج اكمل حاجه ثانيه، هشتغل في شكله بس. الاي بي فيرجن 4 ماشي كان معمول كده اوكتت 2 3 4، دي فيها 8 ودي فيها 8 بت. خلاص الموضوع هنا اختلف، قال لك هنعمله ازاي 128 بت بيكتبوا هكسا ديسيمال. ماشي بص بقى، افري اوكتت ها في 4 هكسا ديسيمال ديجيت، افري 1 هكسا ديسيمال ديجيت ها بيساوي 4 بت، 4 في 4 في 16. فهمت انا ايه بقى؟ ما فهمتش حاجه. يعني مش ده 16، ناخدها من الاخر كده للاول. بيقول لك والله ال 16 دول متقسمين ايه؟ متقسمين على 4 ديجيت، 4 ديجيت. يعني نفترض ان الاوكتت اهو كده من ده اللي هو ال 16 دول متقسمين على ايه؟ 4 ديجيت. ادي ديجيت 2 3 4. الديجيت الواحد مكتوب بالهكسا ديسيمال. الديجيت الواحد بيساوي 4 بت. يعني ده 4 وده 4 وده 4 وده 4. مجموعهم كلهم 16. يعني هنا في 4 بت 4 بت 4 بت، يعني مثلا يتكتب كده اف 2 3 7 او دي 7 مثلا. مش واضحه؟ طيب تاني، اف اوكتت كل اوكتت من دول في 4 هكسا ديسيمال ديجيت اهو 1 2 3 4. كل هكسا ديسيمال ها 4 بيساوي 4 بت، يعني ده بالاخر بيساوي كام؟ بيساوي 2 بايت. يعني الاوكتت بيساوي كام؟ 2 بايت. طيب ارجع تاني للكلام اللي انا قلته هتفهمه. في الديسيمال وفي الاي بي فيرجن 4 كنا بنحول بالمربع السحري ده، صح؟ طيب ليه ده؟ لان هما كان عندنا في الاوكتت الواحد عندنا 8 ديجيت، صح؟ طيب الموضوع في اي بي فيرجن 6 احنا قلنا ان الاوكتت الواحد فيه 8 ديجيت، فيه 16 ديجيت، فيه 4 ديجيت سوري، كل ديجيت بيساوي كام؟ 4 بت. فهعمل لك مربع سحري تاني عشان لما تحب تحول بقى. ماشي؟ هيكس ديسيمال يعني من 0 لغايه 15، وقلنا من اول 10 بيبدا يقول لي اي بي سي دي اي اف. خلاص تعالوا ناخد مثال نقول له مثلا اف سيف اف مثلا 5. تعالوا نجيب النوت باد ماشي ونشتغل على ايه؟ على الشكل بتاع ده. تعالوا الاول نقول له المربع السحري بتاعنا يبقى 8 زائد 4 زائد 2 زائد 1، ونتفرج كده على اللي تحت دي برضه هنستغل دي. تعالى ناخد مثلا اي بي نقول له اف اي 8 9، ولما تيجي النقطه بيتكتب كولم. احنا ناخد اوكتت واحد بس كفايه علينا قوي نشتغل بيه. خلاص خد اول ديجيت اللي هو الاف، مش احنا قلنا ان هم 4؟ خلاص اول ديجيت دوت بيساوي كام؟ اف دي بيقول لك اهو اف هنا كارقام اي بي سي دي لغايه اف، اف دي بتساوي 15. خلاص طيب خلي بالك احنا بنحسب اف بس، كل ده 15 دول كام من دول؟ 8 و 4
8 و4 12، 12 و3 15، يبقى اذا انا احط كام؟ 1 1 1 1، ده اول ديجيت. بعد كده عندي الديجيت الثاني اللي هو الاي. تعال نشوف الاي دي بتساوي كام. خلاص اي دي يعني 14، يعني 8 و4 و2، يعني 1 1 1 0. خلي بالك انا بحول من الهكسا للباينري. خلاص؟ طب 8 دي بتساوي كام؟ 8 ايه؟ يعني بالنسبة للمربع ده 1 3 أصفار. تمانية عادية خالص. 9 زي ما هي، يبقى 1 0 0 1. يبقى الرقم دوت الفاليو دي بتساوي 1 1 1 1، خلاص 1 1 1 0. فهمتها؟ ده انا بحول من الهكسا الاوكتت الواحد اللي في 16 بت. عد بقى كده 1 2 3 4 5، 4 اهو ماشي، وده 4 وده 4 وده 4، 4 في 4 16 بت. يبقى اذا انا عندي دول بيساوي 16 بت او 2 بايت. تمام؟ طيب تيجي نحول العكس ماشي؟ يعني لو قلنا مثلا 1 1 0 1، 1 1 0 0، 1 مثلا 0 0 1 0، 1 1 1 1. تعال نحولها. مجموعهم كام دول؟ 1 يعني 8 و4، نحسبها كده. أول أوكتت في 8 زائد 4 موجودة، الاثنين مش موجودة زائد 1 ماشي؟ طيب تاني بس شوية كده عشان أعرف، 8 موجودة وال 4 وبس، بس شوية 8 مش موجودة ولا 4 موجودة، 2 موجودة ماشي، كلهم موجودين. احنا اتفقنا ان دول رقمهم مجموعهم كام؟ 15. نعمل كده ونقول له دول مجموعهم 15. خلاص تعالى بقى ننزلهم 8 و4 12 1 13. طب 13 دي بتساوي كام؟ 13 دي بتساوي A B C D. خلاص يبقى انا عندي هنا ايه؟ اقول له كام بقى؟ اقول له 13؟ لا هقول له D ماشي. يبقى انا عندي اول ديجيت جبته. الديجيت الثاني 12، 12 دي بتساوي كام؟ A B C، بتساوي C. طب 2؟ 2. طب 15؟ 15 في الاخر تبقى F. يبقى انا عندي اذا اللي انا حولته دلوقتي دي سي 2 اف، اللي هي بتساوي دي. تمام كده؟ يبقى انا حولت ايه؟ من الهكسا. هي سهله جدا ما فيهاش اي حاجه، انا بحس ان كمان اسهل من الباينري شويه عشان التيبل هنا صغير شويه. تمام؟ احتاج ان انت تعمل معايا تريننج كتير، انا هشرحها لك بهدوء اهو عشان ايه؟ ما تتلخبطش فيها. في امثله بقى على الـ الاي بي فيرجن 6 بيتكتب كده. خلاص في حاجه جميله جدا بيقول لك عليها ايه؟ نفترض ان انا عندي اصفار 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 ورا بعض، او اثنين اوكتت مع ورا بعض، كل اوكتت اصفار كلهم صفر. انا ممكن اكتبهم كده، اجمع كل الاصفار دي واكتبهم كده. الاي بي مش ناقص، ده الاي بي كده مظبوط. اكتبهم كده يبقى عندي 1 2 3 4 5، 5 اوكتت وهم المفروض 8، يبقى اذا انا عندي 3 اصفار هنا، يبقى افهمها على طول. اقوم حاطط هنا ايه؟ لو عايز اكتبها فل يبقى اكتبها كده، احط هنا 3 اوكتت اصفار. لو هكتبها اخش على الانترنت مثلا، هتضطر تكتبها بالشكل ده. هتضطر تكتبها ايه؟ بالشكل ده. 2 كولم تفهم على طول ان كان في اصفار هنا. لو عاوز تعرف كان في كام اوكتت في اصفار، بسيطه عيد 1 2 3 4 خلاص، والباقي كله يبقى كان عندك 4 اوكتت هنا كلهم اصفار. خلاص نفس الكلام بتخش مثلا اتش تي بي تكتبها بالشكل دوت. تمام؟ طيب
عندي بقى حاجة اسمها السبنت ماسك. السبنت ماسك او نتورك بريفكس. نتورك بريفكس هنا عندك زي ما قلنا في اي بي فيرجن 4 عندك كلاس اي وبي وسي صح، كلاس اي تحت 255 مقسوم، يعني في نتورك اي دي وفي الهوست اي دي. هنا النتورك اي دي متقسمين 64 بت دول خاصين بالنتورك و64 بت دول خاصين بالايه بالهوست. عدد رهيب جدا كبير، فممكن تلاقيه مكتوب كده بما ان دول كلهم اصفار كده، فممكن تلاقيه مكتوب كده يعني يعوض لك الاربعه الاصفار لبعض ديجيت صفر دول يعوضوا لك في 1 ديجيت صفر واحد وهكذا، او يعملهم لك كلهم يختصرهم لك في ايه في كولوم. فتلاقي بص النتورك اي دي بص كام اوكتل والهوست اي دي بص الاربعه موجودين خلاص. كنت عايز اقول لك ايه لا تمام ماشي. هنا انا لقيت اي بي كده، ده اي بي فيرجن 6 مكتوب كده، بص شكله سهل ازاي. عاوز اعرف هو في كام بت موجودين ناقصين خلاص. فبيقول لك كده معادله بسيطه، الاكزيستنج اوبتت عندك كام اوبتت 2 1 و2 اهو خلاص، اضاحهم من الديفولت اللي هم 8 ماشي هيديك 6 6 اوبتت خلاص. اضرب 6 في 16 اوكتت تديك 86 بت، نزله كل اوكتت في 8 فقسم ال 86 هتلاقيها كده. هي مش محتاج اصلا ده اول ما نشوفك هتعرف على طول ان في صفار، اكيد ما كانش في رقم في النص، ده كان في رقم اكيد كان هينزل لك الاوكتت كامل عشان رقم واحد حتى الرقم واحد موجود تمام. النتورك بريفكس دي اللي انا كنت عايز اقول لك عليها، او بيسموها السي اي دي ار. السي اي دي ار يعني سلاش رقم الاي بي. يعني مثلا هقول لك حاجه ناخدها على اي بي فيرجن 4، لو قلنا 192 168 ماشي دوت 1 دوت 1 ده الديفولت سبنت ماسك بتاعه كام؟ ده كلاس سي على طول بينزل 255 255 دوت 0. طيب يبقى انا اتفقنا ان كلاس سي دوت هنا حجزنا اول 8 بت وحجزنا تاني 8 وحجزنا تالت 8 والصفر الاخير ده بتاع الهوست خلاص. انا ممكن اختصر بدل ما اكتب السبنت ماسك كده اكتبه بحاجه اسمها ايه السي اي دي ار، او اكتبه بالنتورك بريفكس. اعملها ازاي؟ احسب لي 8 و8 و8 ها بيساوي 24. طب لو انا بكتب مثلا اي بي 10 0 0 0 مثلا ها وهو 255 على 8 دي اسمها سي اي دي ار او نتورك بريفكس، اكتبها كده سلاش 48 اللي هم نصهم تمام. في بقى بعض المصطلحات اي بي فيرجن 4 البابليك اي بي بتاع اللي انت هتطلع بيه انترنت هنا اسمه جلوبال. الحاجات دي انت هتمارسها او هتفتكرها بالممارسه بعد كده لما ان شاء الله تشتغل اي بي فيرجن 6 لما ينزل. يعني هو بالفعل موجود بس احنا كمؤسسات ما اشتغلناش لسه بيه كتير. البرايفت اسمه سايت لوكال، البرايفت اي بي ادرس اللي هو اللي جوه زي 192 وكده يعني اسمه سايت لوكال بقى خلاص. الابيبا الاوتوماتيك برايفت اي بي ادرس دوت اللي هو ايه، لو انت ما خدتش من دي اتش اس بي تاخد من حاجه اسمها اسمه لينك لوكال، ليه اوبشن ليه كونفيجريشن اصلا. اللوب باك تيست هنا 127 001 هنا ممكن يبقى صفر يبقى 2 كوما 2 كولوم كده 1. يعني مثلا ده ويندوز 7 فطبيعي ان هو بيسبورت هو دات بوت بس لازم تقعد بالسيستم عليه ماشي. لو قلت له بينج مثلا 2 كولوم كده بتلاقيه بي ريبلاي عليا خلاص، او زي ما قلت له مثلا بينج هي زي الايه اللوب باك هي نفس الكلام، او لو قلت له بينج على لوكال هوست هي نفس الكلام بص بي ريبلاي عليا بالفيرست اي بي فيرجن 6 تمام. نون كده معناها كده مفيش اي اي بي ادرس. السبنيتنج برضه هنحاول نقسمه ونخليه في محاضره لوحديه. اهم حاجه تفهم للاي بي ادرس، احنا خدنا هنت عن الاي بي فيرجن 6 شويه، اللي احنا خدناه والجزء اللي احنا خدناه ده بيغطي الاي جي سي وبيغطي بيغطي الام سي سي والام سي اي تي بي معلش، وبيغطي الجزء بتاع سي سي ان اي. سي سي ان بي لا ادفانسد شويه يعني يعني شبيه شويه للسي سي ان اي اللي احنا خدناه ده، بس سي سي ان اي بياخدوا بيتكلموا في السايت لوكال واللينك لوكال شويه برضه كانفورميشن وكده، وبيعملوا له تيست والكونفيجريشن سهل بتاعه جدا يعني تمام. ده بالنسبه للاي بي ادريسنج. السبنيتنج ان شاء الله هنتكلم عليه، نعمله سيشن برضه لوحديه. اتمنى تكونوا استفدتوا ان شاء الله من السيشن دي وتعملوا تمارين وتريننج كتير جدا عشان تفهموا ده الكونسبت. انا مش محتاج منك انت تقعد تحسب، افهم الكونسبت وخلاص، وان شاء الله وبالتوفيق للجميع يا شباب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.